ذكرتونا بالجمع هذا. عبد الرحمن حبيبي كيف اول عيد تقضيه كذا؟ والله في الرياض. كيف انت كلام عيد تسوي الشيء؟ ما تحت الخط تفضل. والله انت بصراحه استعد ما عندي جواب. لا خلاص والله ما بجاوب. روح. لا لا جد جد كيف تقضي الليل؟ والله يا رياض الصراحه يعني شعور مؤلم والله. بس انا صدق هذا اول عيد في الرياض. اي والله هذا اول عيد في الرياض. كيف تقضي اول عيد برا جده؟ ها اول عيد؟ لا كل عيد شوف اصلي العيد. تمام صلي العيد. ايوه اصلي سبحان العيد. الله سبحان. وفي الرياض يعني مثلا تقول ايش كيف تداوم في المدرسه؟ اروح المدرسه. لا يعني في اشياء افتكرتها السنه. لا خلنا نسمع والله سؤال. والله يا جماعه والله الجو حار. لا والله حنعطيك فرصه. هذا تنمر والله على عبد الرحمن. لا ابد. عبد الرحمن يلا خذ راحتك. اول يوم رياض عيد تقضيه رياض؟ رتب الجمله التاليه وجاوب. قلمت لهم وترهم وشغلتهم. لا تفضل. يلا قول يلا قول. العيد اول يوم تقضيه كيف؟ والله يا جماعه انا والله في اشياء افتكرتها زي في العيد هذا. يعني شوفوا احنا سنويا كذا لازم ليله العيد في عندنا طقوس كذا. ننظف البيت ونبخر البيت وتسمع صوت التكبير في البيت بمسجل عالي. الى الان زينا ما في اي شيء. حلو لكن ايش اللي يفرق؟ اذان الفجر تروح لما المسجد. سبحان الله ونبدا من بعد صلاه الفجر تكبيرات. حلو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ذكرت المجد المشاعر. يا سلام. الله الحين تكبير ما ادري والله. جاب ضحيه يا ولد. ترى بعيد مش عيد الاضحى. فاهمين شفتوا الجو اللي عشناه هذا؟ شعور مره حلو. انا السنه هذه جدا افتقدته. الى الان نبغى الشيء اللي يفرق. حلو. الشيء اللي يفرق صليت العيد. تروح تصلي العيد. حلو الى الان اول ما تخش البيت عند الوالده ما في اي مقدمات ولا اي شيء. عند مو عند الوالده، عند رجل الوالده. الله حلو. ابوس رجل امي ورجل ابويا. كل عام وانتم بخير. طيب الى الان انا الحين حاب اقول لكم يا امي يا ابويا يا حلوين وحشتوني. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. هذا العيد تمام الى الان. فهذه المشاعر فقدتها. والله فقدتها. والله انا زعلان. والله احنا بالعيد الله يرحمه. الحمد لله كل عام وانتم بخير. والله خير صح عبد الرحمن. ها حبيبي حزنتكم؟ والله حزنت. خلاص ما اسوي في مقلب؟ بقول لكم انا جو العيد عندي شوي شاطح. يلا انا جو العيد اصبر كاني راكب ديدسون انا اللي اسوق وانت جو الشخصية. طيب جو العيد طبعا جو العيد والله جد جد هذا جو العيد انا عندي شوي غريب يعني. بغض النظر عن ما يجي قبل صلاة العيد من تجهيزات من طرطعان وكذا ولا انصح فيها يعني، لكن بقول لك شيء الله اكبر. اي هذا الطرطعان اللي قاعد اقول لكم عليه. هذه البدايه انه هو طلع مثال تكبيرات. انا طلعت مثال. بقول لك شيء طرطعان. حاول تطول بالجلسه هنا. اقول لك ليش؟ عبد الله ارجع جلستك العاديه. اي والله الشمس انا فرحان على الشمس. المشكله ترى اسمع كل ما ارجع كذا الاستاذ احمد الله يطول بعمره الله اكبر يضبط الاضاءه عشان الشمس ورجعت في الظل يرجعها الوايت صار زي كذا. انا مبسوط قاعد اشوفك وانت مشمس كيف. طيب باختصار بعد الطرطعان اللي كذا الفجر نصحي ام العالم. صلينا العيد انا بالذات طبعا اول افحارتنا كانوا يسوون طبعا العاده هذه اللي هي بعد صلاه العيد يتجمعون عند الساحه. ما في شيء جديد ما في شيء جديد نفس ما احنا برضو احنا كذا نتجمع في هذا بالحاره وما ادري ايش ونروح ناخذ عيديات وكل حاجه. ما في شيء جديد. ما في جديد. انا الا انا بسمع جديد ماني سامع جديد. طب مو كاسك سؤال؟ كل عام وانتم بخير. تفضل كمل يا شر حبيبي. اسالك سؤال. هلا تفضل كمل. جاك ترمس بنص جنبك. طيب باختصار بعد صلاه العيد العاده الحاره يتجمعون في الحاره كل واحد يجيب من بيته اكل رز دجاج وكذا وياكلون. انا ما كنت افضل هالشيء رغم انه يعني شيء يبسط. انا ما كنت افضل الرز والدجاج في الصباح. مش كنت اروح اسوي اروح اشتري بروستد. احاول الصباح عيد لازم بروستد. ايش المحل اللي فاتح؟ والله في محل هو الوحيد اللي يفتح عندنا في الروضه. اقرا عبد الرحمن. ايوه ايه وش ثم تمام. باختصار انه بعد صلاه العيد اروح دائما لمطعم انا احبه واشتري بروستد واكل بروستد الصبح. جميل. بعد ما ارجع للبيت امسك البلاي ستيشن عادي والعب مع نفسي، لانه لو لعبت مع عيال الحاره ايش بيصير؟ بخيس الناس من ايش؟ البروستد الثوم. صح على حسب نوع البروستد. اي فارجع على حسب النوع لانه مع البروستد ايش بيصير؟ بروستد ثوم وحمص. صح. اي
ومرات لا تصير فعاليه مختلفه. وش اسوي؟ نتجمع احنا وعيال الحاره يمكننا صغار ونعبي بلالين مويه. ايوه في الحديقه والله العظيم نعبي بلالين مويه ونربطها وننتف بعض. لا لا احنا صغار. اي خلاص احنا صغار لو كبار نقول اي يعني واحنا صغار وحديقه يعني مكان عام. اي تسقون الزرع. اي منها تفقع ومنها تسقي الزرع يعني. حسنت. احنا كنا نفعل فعل خير. تشربون مويه بعد. بالضبط احنا كنا جروب تطوعي واحد قلب. طيب انا بعطيكم جو العيد عندنا في المدينه. هذا هذا الكيو. اول شيء امسي بالخير على الوالده الله يطول بعمر الوالده الحين في مكه. ليس من العاده انها تعيد في مكه لكن الغالب احنا نعيد في المدينه دائم. لكن المره هذه عيدت في مكه. وطبعا قبل صلاه العيد ما نتكلم عنه، بعد صلاه العيد نروح هنا للمسجد النبوي من مدخل الحاره رقم الف ونرجع مع مدخل الحاره رقم باء. نروح للمسجد النبوي نصلي في الحرم طبعا بعد عن ما نجلس الخطبه نسمع ونرجع. فالرجعه للبيت تمر على الحاره، دائما في افطار في الحاره موجود، العاب شعبيه موجوده والبسطات ما شاء الله تبارك الله تغمر المكان في كل محل. سلم على الوالده والوالد الله يغفر له ويرحمه لما كان في حياته قبل الوفاه الله يغفر له، لنا ثلاث اعياد تقريبا بعد وفاته. الاقارب والاجواء والزيارات اللي موجوده هي حلاوه العيد اللي موجوده. احنا صحيح احنا فقدناها في هالايام لكن ما شاء الله تبارك الله قاعد اشوف انا اليوم ما شاء الله تبارك الله خواتي قاعدين يرتبون من يومين ما شاء الله تبارك الله الرابط حق الزوم والغرف والمشاركات ما شاء الله تبارك الله عشنا الاجواء عن بعد لكنها ايضا ما زال يعني